كالعادة نشوف برضو بعض الأخبار السريعة قبل ما نخش على الصحف العالمية. إيه؟ النهاردة الحقيقة اللاعب الدولي الإنجليزي بلينغهام طبعا نجم ريال مدريد أجرى فحوصات طبية جديدة النهاردة للتعرف على حجم إصابته في الكتف. اتعرض لإصابة في الكتف في الدقيقة 10 من مباراة امبارح، كان ريال مدريد بيلعب رايو فالوكانو، لكن الحقيقة أكمل اللقاء 90 دقيقة، وكان يعني وضع كده زي على كتفه، ثبت كتفه بشكل أو بآخر. النتيجة طبعا انتهت بالتعادل السلبي. الفحوصات كشفت أن بلينغهام بيعاني من انزلاق في الكتف الأيسر. اللعيب زي ما قلت لحضراتكم نجح أنه يكمل المباراة للآخر 90 دقيقة، وبيستكمل الفحوصات على طبعا سبيل أن طبعا من أفضل لعيب على مستوى ريال مدريد الحقيقة، والإصابة بسيطة يعني ومش هتمنعه أن يشارك في الفترات اللي جاية. وبلينغهام طبعا بعد المباراة عمل كشف طبي على الكتف وقال أن الإصابة مش خطيرة ومش هتعوقه طبعا لتواصل المباريات مع ريال مدريد، لكن يتعين على أطباء النادي طبعا والجهاز الفني واللاعب تقييم ما إذا كانت فعلا تستحق المخاطرة وأنه يلعب المباريات القادمة. في طبعا عندهم مباراة قوية جدا ومباراة أمام براجا في الشامبيونز ليج المباراة القادمة. طيب نسيب ريال مدريد ونطلع على النصر السعودي. الحقيقة بعثة النصر السعودي سافرت النهاردة قطر استعداد لمواجهة الدحيل مساء الغد يوم الثلاث ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. القائمة خلت من وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يعني فضل البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر السعودي منح قائد الفريق راحة من مباراة الدحيل خوف من تعرض النجم الكبير البرتغالي طبعا كريستيانو رونالدو للإرهاق طبعا في توالي المباريات. هيغيب عن قائمة النصر أمام الدحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، كمان المدافع الأسباني لابورت هيغيب كمان عن هذه المباراة. النصر الحقيقة بالعلامة الكاملة المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط من 3 مواجهات، وطبعا خلفه النادي الإيراني برصيد 6 نقاط، الدحيل في المركز الأخير في هذه المجموعة في دوري أبطال آسيا. نسيب آسيا ونروح لخبر من روما. الحقيقة فريق روما حقق فوز قاتل على ديفو ليتشي بنتيجة 2-1 امبارح في الدوري الإيطالي، وسجل الهدفين في الثواني الأخيرة من المباراة. أحرز طبعا أزمون هدف في الدقيقة بلس 90، وقبل طبعا لوكاكو ماي كمان يحرز الهدف القاتل في الدقيقة 94 من المباراة بحسب شبكة طبعا أوبتا للإحصائيات. روما بتتمكن من تسجيل هدفين بعد الدقيقة 90 في مباراة بالدوري الإيطالي، ده لأول مرة في تاريخ الدوري الإيطالي. روما كمان بسجل 9 أهداف الموسم ده الحالي، الموسم دوت الحقيقة بيأدي أداء أكتر من رائع، سجلوا 9 أهداف بعد الدقيقة 75، وده يعتبر أكتر فريق بيسجل في ما بعد الدقيقة 75، ده بيدل إنهم عندهم روح قتالية كبيرة جدا جدا. لوكاكو رجع تاني لمستواه وبيقدموا كرة الحقيقة هجومية بشكل كبير جدا جدا. روما رفع رصيده في الدوري الإيطالي إلى النقطة 17 في المركز السابع في الدوري، وتجمد رصيد ليتشي عند النقطة 13 في المركز الـ11.